التليفون. بسم الله الرحمن الرحيم. قمنا بالواجب في إطار انتخابات الخدمات، ومرت في أجواء جيدة وممتازة، ويعني يطبعها الشفافية والوضوح، وما كاينش يعني لا خرق ولا يعني كل شيء على أحسن ما يرام. ونأمل من الله أن يوفق بلادنا وتحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشكرا. بالنسبة لأن اليوم يعني كيعيش المغرب انتخابات ديال الغرف المهنيه، ملي كنقول غرف مهنيه غرف التجاره والصناعه والخدمات، كذلك الصناعه التقليديه والصيد البحري وغرف الفلاحه. عموما الان المشاركه ديال الاخوان في هذا العام السويت باش يفرزوا واحد النخبه اللي غتدبر هذه الغرف. هناك ملاحظه ان الغرف الدور ديالها استشاري، حنا كنتمناو تبقى تقوم بالدور ديالها اكبر من هذا، من هذا المستوى، تقوم بدور تقريري. لكن مع ذلك كاين هناك هامش متاح مهم جدا خاص يتم الاستثمار ديالو، تكون مشاركه فعاله في اعداد البرامج والمخططات اللي هو الان دابا الان كاين في القانون، يشاركوا باقي الشركاء وخاصه الجماعات الترابيه. والان يعني الدور ديال الغرف يعني خاص يكون فيه نوع من الاقتحام، وخاص يكون يعني الهاجس ديال الاستثمار حاضر بقوه، لكن بمنطق ابداعي باش ممكن نخرجوا او نكون واحد اسهام نوعي في حل الاشكالات والقضايا ديال المهنيين بشكل خاص والاستثمار بشكل عام. حسين المفتي نشوف شي حاجه، فاعل جهه، فاعل جمعوي ولا ناشط سياسي ولا فاعل حقوقي ولا سمو. وانا جد فرحان بهذه النتيجه هذه جدا، وكنشكر جميع الاخوان المهنيين اللي وضعوا ثقتهم، وان شاء الله الله يجيبنا في الصواب ونكون عن حسن الظن ديالهم، وشكرا. بغينا نعرف كيفاش مرات اجواء الانتخابات. مرات في ظروف سليمه ومزيانه عاديه. الرساله ديالك الناس اللي تاخذوا فيك وصمتوا ان شاء الله نكون عن حسن الظن ديالهم ان شاء الله، ونزيدوا بالقطاع ديالنا القدامي ان شاء الله. الناس الرساله اللي نوجه الناس اللي صوتوا عليا بالنسبه للمهنيين، كنشكرهم كاملين اللي وضعوا ثقتهم فيا، كنشكرهم كاملين خصوصا شركة كراء تأجير السيارات، وكذلك أصحاب ليزوتيل السياحة، وكذلك بعض الإخوان من أرباب نقل المستخدمين، وبعض وكالة التأمين، وكذلك أصحاب المؤسسات الحرة العمومية، كنشكرهم كاملين. كمال عيدي من مواليد 1980 في مدينة القنيطرة، رجل أعمال، كان عندي عدة مقاهي وعندي شركة أجير السيارات، وكذلك مقاول، وما لي زاكتيفيتي اللي كنمارس الحمد لله.